وجد بحث جديد عشرات الآلاف من المنشورات المزيفة والمليئة بالكراهية حول سوريا، ما يدل على أن التضليل أكثر استراتيجية ومنهجية مما قد يبدو للوهلة الأولى. لكن لماذا هذا مهم؟ يتسبب التضليل بأذى وضرر في العالم الحقيقي أكثر مما نعتقد. إليكم كيف بدأ. منذ بداية الثورة السورية، عندما تظاهر السوريون والسوريات في الشوارع للمطالبة بالحرية والديمقراطية، نفى النظام السوري حدوث هذه المظاهرات. I've seen awful pictures of what happened. Why was there such a brutal crackdown? What happened? ولكن ما أن جلبت روسيا قواتها وأسلحتها المتطورة إلى سوريا عام 2015 حتى أصبحت الهجمات المستهدفة على العاملين والعاملات في المجال الإنساني أكثر دقة وفتكاً ومنهجية من السماء وعبر الإنترنت. أصبحت الأكاذيب منسقة ومضخمة من خلال شبكة القنوات التلفزيونية التابعة للحكومة الروسية والمدونات المرتبطة بها والمواقع الأخبارية الزائفة التي يديرها مروجو نظريات المؤامرة. يكشف تحليل 47,000 تغريدة تحتوي على معلومات مضللة على مدار 7 سنوات تمت مشاركتها مع أكثر من 3 ملايين من المتابعين عن ذروة في التضليل بالتزامن مع أحداث هامة مثل صدور وثائق الخوذ البيضاء على نتفليكس وهجمات الأسلحة الكيماوية في خان شيخون ودوما وإطلاق تحقيقات دولية في تلك الهجمات الكيماوية من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW. إذا ما ضلينا عم نحمي الحقيقة حول الجرائم ضد الإنسانية يلي لسه عم ترتكب بسوريا، منكون عم نساعد النظام وكل الأطراف اللي عملت انتهاكات بإن تفلتنا العقاب وما تتحاسب. خلقت حملة التضليل التي قامت بها روسيا والنظام السوري عالماً خطيراً يتغلغل أبعد من حدود الإنترنت ليصل إلى العالم الحقيقي وعلى أرض الواقع، حيث كانت لها عواقب مدمرة على المدنيين والعمال في المجال الإنساني على الخطوط الأمامية. خسرنا كثير من زملائنا المتطوعين خلال الهجمات المزدوجة لقوات النظام روسيا. لما كنا نروح لإنقاذ الناس بعد القصف كانوا يرجعوا يستهدفوا نفس المكان بشكل متعمد لقتل عمال الإنقاذ والمستجيبين الأوليين، بالإضافة إنهم عم يستهدفوا مراكزنا وبيوتنا. صارت الناس تفكر مرتين قبل ما تطوع بالدفاع المدني السوري، لأنه الأمر مو متعلق فيني كفرد، متعلق بولادي بزوجتي بأهلي. كما أن التضليل سهل على الحكومات التهرب من مسؤوليتها في التحرك لحماية المدنيين من الفظائع الجماعية وبطأت العمل السياسي، مما سمح للقوى العالمية بالإفلات دون أن يكون لديهم سياسة بشأن سوريا في مواجهة مجموعة من أفظع الجرائم في عصرنا. كان للمحاولات الدؤوبة لمحو الحقيقة تأثير نفسي مدمر على الناجين والناجيات من الفظائع مثل الهجمات الكيماوية. هذا الإنكار للجرائم متعب ومرهق جداً. أنا بحس طول الوقت أنه أنا بدي ضل عم قاتل لأثبت فعلاً أنه أنا عانيت من القصف أو من الحصار أو من الضربات الكيماوية. هاي الجرائم النظام كله بينكرها هو وحلفائه. تصدق الحكومات اليوم مزاعم الأسد وروسيا بأن سوريا أصبحت الآن آمنة ويمكن للاجئين العودة إلى بلادهم، على الرغم من الأدلة الصارخة بعكس ذلك. كانت الدنمارك سباقة في اتباع سياسة غير إنسانية تجرد مئات اللاجئين واللاجئات السوريين من إقامتهم وتهددهم بترحيلهم إلى سوريا، كما أعلنت تركيا عن خطط لإعادة 1 مليون من اللاجئين واللاجئات السوريين. مع تزايد الأكاذيب تخلق بذور الشك سحابة من الحقائق المشوهة أو عدم اليقين حول الحقيقة. والفشل بوقف التضليل اللي قام فيه النظام السوري واللي دعمته روسيا بيحطنا أمام تطبيق نفس هاي التكتيكات مرة تانية بأوكرانيا. كتير مهم نحافظ على حقيقة السردية
حول كل شيء صار بسوريا، وما نسمح للنظام السوري بأنه يسيطر على هي السردية وبأنه يحاول يمسح كل الدلائل حول أبشع الجرائم اللي قام بارتكابها. بالنسبة إلي أنا ملتزم بعملي بإنقاذ حياة الناس، والنظام وروسيا عم يستهدفونا بسبب هذا العمل. هذا الخوف المستمر بيخليك حاسس يعني بضغط كبير كل الوقت، ممكن الواحد ينهار يعني بأي لحظة.